استقبل سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بقصر بيان معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاء ذلك بمناسبة زيارة معاليه الرسمية لدولة الكويت الشقيقة، حيث أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد ولي عهد دولة الكويت على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال أثناء اللقاء الذي حضره مساعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحيد جمعة الدوي ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد دياب ووكيل الشؤون الخارجية في مكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.